وهذا سائل يقول: إذا كان هناك من هو أقوى مني إيمانا وأتقى، إذا كان من هو أتقى مني إيمانا وأتقى وأعلم، وأنا أعلم أني على معصية وبي ضعف إيمان، فهل أطلب منه الرقية أو أن أرقي نفسي أفضل؟ اقرأ، اطلب الرقية، ارق نفسك أنت ولا تطلب الرقية، استغني عن الناس ولو أنك عاصي، يعني لازم تكون كامل ما عندك شيء من المعاصي. كلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما نخلو من المعاصي. نعم.